بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك بمناسبة فوز سموه ببطولة العالم للرجل الحديدي والتي أقيمت في كونا بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يلي نص البرقية. سمو الأخ العزيز الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حفظه الله ورعاه ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نعرب لسموكم العزيز عن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيقكم لمملكة البحرين المركز الأول عالميا في بطولة العالم للرجل الحديدي التي أقيمت منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية كونا. لهذا الإنجاز المشرف الذي يضاف إلى رصيد الإنجازات المتتالية التي حققها سموكم في العديد من البطولات الرياضية والتي تعكس إصراركم وقدرتكم على تحقيق أفضل النتائج والمراكز المتقدمة في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية ليحمل اسم مملكتنا الغالية البحرين عاليا، وليستمر عطاء فريق البحرين الذي نعتز به في مختلف القطاعات والذي يمثل قطاع الشباب وما يحققه بفضل جهودكم المتميزة مصدر فخر للجميع، داعيا المولى العلي القدير أن يكلل بالخير جهودكم بالمزيد من التوفيق والنجاح وأن يديم عليكم موفور الصحة والسعادة ودمتم بحمد الله سالمين موفقين. سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.